السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اللقاء الثاني هنتكلم في الكيمياء. كنا نهينا اللقاء الأولاني بتعريف البروتينات. النهاردة هنكمل إن شاء الله البروتينات. فهيجيني سؤال يقول لي ما المقصود بالبروتينات؟ خد بالك هيخدعك، ممكن يقول لك تعرف البروتينات بأنها مركبات عضوية تتكون من كربون وهيدروجين وأكسجين. لا، في عنصر أساسي مهم النيتروجين. حتى تعريف البروتينات عبارة عن ايه؟ مركبات عضوية تتكون من كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين بصفة اساسية. طيب البروتينات المكون الثاني في الكائن الحي، هل يوجد منها اقسام؟ اقسام البروتينات في ثلاث اقسام رئيسية. هي قبل ما اتكلم على الاقسام، الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين لما يتربطوا مع بعض بيكونوا لي حاجه اسمها الحمض الامين. يعني البروتينات، الوحده اللي بتكون البروتين تسمى الاحماض الامينيه. طب ما المقصود بالاحماض الامينيه قبل ما اقول اقسامها؟ لان دي هتساعدني كتير. اقسام الاحماض الامينيه عباره عن ايه؟ عباره عن مركب عضوي، مش عضو وكائن حي، يعتبر مركب عضوي بس شرط يحتوي على مجموعه كربوكسيل سي او او اتش ومجموعه امين ان اتش 2 وفي النص سلسله من الكربون سي اتش. ده نوع من انواع الاحماض الامينيه. بس لاحظ هنا ان مجموعه الكربوكسيل والمجموعه الامين موجودين اساسي في الحمض الامين. يعني لو مجموعه من دول مش موجوده مش هيبقى حمض امين. طيب نرجع، يعني حمض امين مع حمض امين مع حمض امين، سلسله من الاحماض الامينيه تديني البروتين. حمض اميني مع حمض اميني يديني بيبتيد ثنائي، بروتين ثنائي. نرجع بقى للسؤال اللي انا قلته في الاول، اقسام البروتينات اقسامها انواعها. اقول له في ثلاث انواع رئيسيه. النوع الاولاني يسمى بروتين بسيط. يعني ايه بسيط؟ يعني بيتكون من حمض اميني. يعني ايه؟ يعني كانت سلسله وانا حللتها. يعني لو قلت لك بقى مصطلح للعباره الاتيه، هي عباره عن البروتينات الناتجه من التحلل المائي للبروتين. تقول لي الاحماض الامينيه. البروتين البسيط. طب عرف البروتين البسيط، هي التي ينتج عن تحللها مائيا احماض امينيه فقط. يعني ايه؟ مفيش حاجه غريبه. هيديني حمض اميني سلسله من الاحماض الامينيه. طيب لو كان في فوسفور مثلا اتربط بالحمض الاميني ده، جه هنا بدل الاتش اداني بي مثلا، اقول له لا استنى بقى، ده انت كده ادخلت على نوع تاني من البروتين، مش هيديني احماض امينيه فقط، ده هيديني لو حللته هيديني احماض امينيه زائد جزء اخر غير بروتيني. امال اقول عليه ايه ده بقى؟ ده بروتين مشتق. بروتين مرتبط. بروتين مرتبط. يعني انا لو قلت اول نوع من البروتينات تسمى بروتينات بسيطه، ففي نوع ثاني من البروتينات تسمى بروتينات مرتبطه. طب ما المقصود بالبروتينات المرتبطه؟ هي التي تنتج من اتحاد احماض الامينيه مع جزء اخر غير بروتيني خالص، غير اميني خالص. ممكن يكون ملح الفوسفور، ممكن يكون جلوكوز. ولذلك ممكن يقول لي في الامتحان ما المقصود بالجلوكو بروتين؟ اقول له هو ارتباط الاحماض الامينيه مع الجلوكوز. طب ما المقصود بالفوسفو بروتين؟ هو ارتباط الاحماض الامينيه مع الفوسفور. ده النوع الثالث من الاحماض من البروتينات اللي هي البروتينات المرتبطه. طيب انا عندي نوع من البروتين اساسي، لو انا حطيت نسبة من الحمض هيحصل ايه؟ تحلل مائي.
زي ما حصل الكربوهيدرات برضو اي تحلل في وجود الاحمر. البروتين يديني حاجه اسمها بروتيوزات. البروتيوزات دي لو سبتها برضو هتتحلل الى بكتونات، والبكتونات هتتحلل الى بنتيدات. طب ايه كل الانواع دي؟ اقول له دي بروتينات مشتقه من البروتين الاصلي. مشتقه، كلمة مشتقة هنا أفهم منها إيه؟ الناتجة من التحلل المائي للبروتين الأصلي. يبقى آخر نوع من البروتينات تسمى بروتينات مشتقة. طب عرف البروتينات المشتقة هي التي تنتج من التحلل المائي للبروتين الأصلي. يبقى أول تقسيمة للبروتينات بروتينات بسيطة، بروتينات مرتبطة، بروتينات مشتقة. وخد بالك ممكن يقول لك قارن بين البروتين البسيط والبروتين المرتبط، أو عرف البروتين المشتق. هل يوجد تقسيم اخر للبروتينات؟ نعم يوجد تقسيم اخر للبروتينات. في بروتينات بتبقى موجوده في شرش اللبن، وخاصه اللبن بعد الحلاوه مباشره، يحتوي على نوعين من البروتينات تسمى البيومينات وجلوبيولينات. طب ما الفرق بين الالبيومينات والجلوبيولينات؟ عرف الالبيومينات. اقول الالبيومينات عباره عن بروتينات ذائبه في الماء وغنيه بالحمض الامين التريبتوفان، يعني دايما بيبقى دايب في ميه شرش اللبن. ما المقصود بالالبيومينات؟ هي بروتينات تذوب في الماء غنيه بالحمض الامين التريبتوفان. طب ما المقصود بالجلوبيولينات؟ هي عباره عن بروتينات تذوب في محلول كلوريد الصوديوم، محلول ملح الطعام. ما تدوبش في الميه، لازم تدوب، لازم وسط ملح الطعام علشان يحصل ذوبان. طيب يبقى قسمنا تقسيمه ثانيه للالبيومينات والجلوبيولينات، ودي خاصه بالبروتينات اللي موجوده في شرش اللبن. طب هل في تقسيمه اخرى؟ نعم في تقسيمه اخرى. لو انا جبت شويه دقيق قمح وعجنتهم، هلاقي العجينه بتاعت دقيق القمح متماسكه ولها صفات من حيث المرونه والمطاطيه مش موجوده في اي دقيق اخر. لو جبت دقيق ذره مش هيديني نفس قوام عجينه دقيق القمح. ايه السر في دقيق القمح؟ وجد ان دقيق القمح يحتوي على نوعين من البروتين اسمه جليادين وجلوتينين، مش موجود في اي نوع اخر من انواع الدقيق. يعني في بروتينات جلوتينيه اسمها جليادين وجلوتينين. طب ما ممكن يقول لي قارن بين، ده السؤال ده بيجي كتير جدا في الامتحانات، قارن بين الجليادين والبروتينين. الجليادين بيذوب في كحول الاسيل. طب لو البروتينين، لا لو انا عملتهم جدول كده، الخانه الاولانيه الجليادين يذوب في كحول الاسيل، طب الخانه الثانيه بالنسبه للبروتينين اقول يذوب في القرويات والاحماض المخففه. طب بالنسبه للمطاطيه الاقي ان المطاطيه ضعيفه في الجليادين، المطاطيه عاليه في الجليادين، المرونه منخفضه. العكس في الجلوتينين الاقي المرونه هي اللي عاليه والمطاطيه هي اللي منخفضه. يعني لو قال لي ما الفرق بين الجليادين والجلوتينين اقول له باختصار يذوب في الكحول الاسيلي، يذوب في الاحماض والكحولات والقرويات المخففه. الجليادين ذو مطاطيه منخفضه، ذو مطاطيه عاليه اللي هي الانسيابيه عاليه ومرونه منخفضه. العكس في الجلوتينين، الانسيابيه هي اللي منخفضه والمرونه هي اللي عاليه. طيب نرجع تاني، الوحده البنائيه لتكوين البروتينات هي عباره عن احماض امينيه. طب ما المقصود بالاحماض الامينيه؟ هي عباره عن مركبات عضويه تحتوي على مجموعه كربوكسيل ومجموعه امين، وسلسله الكربون بتختلف على حسب نوع الحمض. هو الحمض ده انواع؟ ايوه وجد ان في احماض امينيه حامضيه، وفي احماض امينيه قاعديه، وفي احماض امينيه متعدده. النوع اللي قدام مني ده حمض امين، طب انهي نوع من الثلاثة؟ أقول له ده فيه كربوكسيل، مجموعة الكربوكسيل دي مسؤولة عن الحموضة.
ارتفاع نسبة الحموضة بتزيد بازدياد نسبة الكربوكسيل. طب هنا عندي مجموعة واحدة كربوكسيل. طب وهنا مجموعة الأمين مسؤولة عن إيه؟ عن القروية القاعدية. يعني تقصد تقول في واحد كربوكسيل، مجموعة واحدة كربوكسيل ومجموعة واحدة أمين، إذا هنا في إيه؟ تعادل واحد واحد. يبقى لما أقول لك ده مصطلح للعبارة الآتية، هي الأحماض الأمينية التي تحتوي على مجموعة كربوكسيل واحدة ومجموعة أمين واحدة. تقول لي أحماض أمينية متعادلة، زي إيه؟ لازم تحفظ لي المثال ده، زي حامض اللايسين. حامض الجلايسين من الأحماض الأمينية المتعادلة. طب عرف الأحماض الأمينية المتعادلة، هي التي تحتوي على مجموعة كربوكسيل واحدة ومجموعة أمين واحدة. طيب، لو أنا بصيت حامض تاني اسمه اللايسين. اللايسين. هلاقي فيه في نهاية السلسلة، في نهاية السلسلة مجموعة أمين أخرى. أصبح هنا يميل للقروية أكتر، أحماض أمينية قاعدية. ما المقصود بالحمض الأمين القاعدي؟ هو الذي يحتوي على مجموعتين أمين ومجموعة كربوكسيل واحدة مثل حمض اللايسين. لازم تحفظ المثال ده. آخر نوع من الأحماض الأمينية يسمى أحماض أمينية حوضية، مثل حمض اسمه الإسباراتيك. الحمض الأمين الإسباراتيك يحتوي على مجموعتين كربوكسيل، ما انا قلت الكربوكسيل مسؤول عن الحموضه. طب والامين عن القاعديه. طب لما انا اقول دلوقتي حامضي يبقى مين اكتر، الكربوكسيل ولا الامين؟ اقول له لا، الكربوكسيل يحتوي على مجموعتين كربوكسيل ذات تاثير حامضي ومجموعه امين واحده. يبقى برضه ممكن اعمل حسابي، ممكن يقول لي قارن بين احماض امينيه حامضيه واحماض امينيه قاعديه. الأحماض الأمينية الحموضية هي التي تحتوي على مجموعتين كربوكسيل ومجموعة أمين واحدة بس حمض الإسباراتيك. طب الأحماض الأمين القاعدية هي الأحماض الأمينية التي تحتوي على مجموعتين أمين ومجموعة كربوكسيل واحدة بس حمض اللايسين. طب والأحماض المتعادلة، عرف الحمض الأمين المتعادل، هو الذي يحتوي على مجموعة أمين واحدة ومجموعة كربوكسيل واحدة مثل اللايسين. الأمثلة مهمة قوي، لأن كل سنة أو سنة وسنة سؤال حلو. ده علامة صح أم خطأ أمام العبارة الآتية؟ يعتبر الجلايسين من الأحماض الأمينية الحامضية، أو خطأ، لأن الأحماض الأمينية الحامضية اللي هي الإسباراتيك. هل يوجد تقسيم آخر للأحماض الأمينية غير الحامضية والقاعدية والمتعادلة؟ في إيه؟ من حيث الضرورة، أنا كائن حي باكل لحمة ليه؟ علشان آخد الأحماض الأمينية اللي موجودة في اللحمة. افهم من كده ان جسم بيكون احماض امينيه، بس النوع ده ما بيقدرش يكونه. يعني انا مثلا جسمي محتاج لايسين، محتاج لايسين ضروري اخده، ضروري. ليه؟ اصل جسمي ما بيكونهوش. طب ما انا ممكن اجيب لك السؤال ده. ضع مصطلح للعباره الاتيه، هي الأحماض الأمينية التي لا يستطيع الجسم تكوينها ولا بد من تناولها في الغذاء، لابد، ضروري. ومن هنا جت كلمة أحماض أمينية ضرورية. يبقى في تقسيمة من حيث الضرورة، أقول أحماض أمينية ضرورية هي تلك الأحماض التي يحتاجها الجسم لأن ما عندوش قدرة على تفريقها، الجسم ما بيخلطهاش مثل اللايسين وحمض الأمين التريبتوفان. في أحماض أمينية جسم بيقدر يخلطها بكمية وفيرة مش ضروري كلها، فلذلك هنا جت تسمية أحماض أمينية غير ضرورية. الأحماض الأمينية الغير ضرورية هي التي يستطيع الجسم تخلقها بكمية وفيرة. وكلمة غير ضروري جاية من مش ضروري أتناولها في الغذاء، مثل الحمض الأمين الجلايسين. ممكن ألخبطك برضه، أقول لك تعتبر الجلايسين من الأحماض الأمينية الضرورية، لا خطأ، دي غير ضرورية الجسم يستطيع تاكلها. طيب اخر حاجه بقى، الاحماض الامينيه لها صفه التردد. كلمه تردد مصطلح انفوتيري، يعني ما المقصود؟ علم. تتميز الاحماض الامينيه بانها انفوتيريه التفاعل، متردده. لو ركزنا شويه كده في حته الكربوكسيل الحمضيه والامين القاعديه،
يعني ممكن تسلك سلوك الأحماض وتسلك سلوك الطرويات. وبناء عليه علم تعتبر الأحماض الأمينية أمفوترية التفاعل أو مترددة التفاعل، أقول له لأنها تكتسب شحنة موجبة في المحاليل القرعبية وتكتسب شحنة سالبة في المحاليل الحمضية. آخر حاجة بقى نقفل البروتينات، إزاي بيتكون جزيء البروتين؟ الجزيء البروتين بيتكون من سلسلة من الأحماض الأمينية، يعني الحمض الأمين ده لو اتربط مع حمض أمين آخر، أي حمض أمين آخر أخوه بالظبط، أقول له هتنشأ ما بينهم رابطة تسمى الرابطة البكتيدية، بمعنى الحامض ده أخوه بالظبط، إن اتش 2 أدي اتش اتش، سي اتش اتش سي او او اتش، نعدل بقى اتش اخوه حامض امين مع حامض امين اخر. هبص الاقي المجموعه دي اللي انا كنت مسميها ايه؟ امين، والمجموعه دي اللي انا كنت مسميها كربوكسيل، هلاقي مجموعه الكربوكسيل تفقد او اتش وتتحد مع ذرة هيدروجين وتكون لي ميه H2O. يعني نتيجة ارتباط الحمض الأمين مع الحمض الأمين الآخر لازم يحدث فقد لجزيء ميه، الميه رمزها H2O. طيب بقية الأجزاء على ازاي دي هتتحول لربطة؟ الربطة اللي هنا بقى اسمها ربطة إيه؟ بكتيدية. طب شكلها إيه؟ هذا الحمض من أوله من هنا NH2 CH H C O واحدة. هنا بقى الرابطة البكتيدية. ليه؟ إن H واحدة. كمل. رابطة CH H C O O H. وهو ده جزيء البكتيد الثنائي. يبقى لما يقول لي في الامتحان ضع مصطلح للعباره الاتيه، هي عباره عن الرابطه التي تنتج من اتحاد من ارتباط مجموعه الامين من حامض اميني مع مجموعه كربوكسيل من حامض امين اخر. اقول له ايه ده؟ بقى فقد جزيء ميه. ده تعريف الرابطه البكتيديه. اكتب على طول مصطلح الرابطه البكتيديه. طب عرف الرابطه البكتيديه هي التي تنتج نتيجه اتحاد جزئين حامض اميني لتكوين البكتيد الثنائي عن طريق ارتباط مجموعه كربوكسيل من حامض اميني مع مجموعه امين من حامض اميني اخر. ونكتفي بهذا القدر.